علامك معصب يا زعل. العمال تعبوني، اليوم عامل أجنبي انحرق شعره عندي بالمصنع وقال إيش أدو إجازة. ولويش ما لبست خوذي وقت الشغل؟ ولويش خوذي؟ لازم يشكرني إني خليت شعره على الموضة سبايكي. حرام عليك يا زعل، هذه حقوق لكل العمال وين ما كانوا بيشتغلوا، سواء في المصنع ولا في المزرعة ولا في البيت. انت بتعرف انه لازم ياخذوا راتبهم كامل وفي موعده، وتعطيهم عطل يوم في الاسبوع، وما يشتغلوا اكثر من 8 ساعات باليوم، وتعطيهم اوفر تايم حتى يحسوا معك في امان. انا اللي حاس في امان، عملوا جوازاتهم كلية هنهان. يا زعل، هذا هو العمل الجبري، هذه انتهاكات عليها عقوبات وبتأدي لجريمة الاتجار بالبشر، عقوبتها ممكن توصل لسجن 10 سنوات. 10 سنوات؟ وشو الحل يا خضرة؟ طبق القانون بتريح وبترتاح.